السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد بحنيك، الأمين العام لرابطة النقابات الحرة. بلغ إلى علمنا هذه الأيام هذه أنه أسبوع عدا أن الشركة ديال الكابلاش استدعوا العمال ديالهم، بالتالي التليفون ما بقاش يسكت عندنا حنايا، ما بقاش كيسكت ولا كل شيء كيستدعوا. أشنو غنديروا أشنو غنديروا أشنو غنديروا؟ منهم اللي ما مشاوش، الأغلبية ديالتهم غالب البنات اللي كنعرفوهم ما مشاوش، وبالتالي غادي نخرجوا من أزق وندخلوا في مأزق، على حساب انه هم الناس هادو هما ما غاديش من غادي تبدا الخدمه، غادي يبداو ثاني تصفيات الحسابات. هادشي ما كناش بغينا نوصلوا له، ما عمرنا باغي نوصلوا له، ونتمنوا على الله اننا يحبس هنا، لانه باقي الحجر، باقي الحجر الصحي. الدوله دعت للحجر الصحي حتى 20 ابريل، الشركات كيعيطوا باش يدخلوا الناس ديالهم 13 ابريل. علاش؟ هناك سبق اقتصادي باش الله يحسن عوانهم، حتى هما ما غاديش نقولوا باللي راهم ما عندهمش، الله يحسن عوانهم، عندهم حتى هما التزامات، عندهم سميتو، ولكني معامن السوق العالميه كلها باسرها دابا وحابسه. شكون اللي باقي كيشري شي طوموبيل؟ خصوصا الكابلاج ديال الطوموبيلات. شكون اللي باقي يشري شي حاجه؟ دابا كلشي حابس، كلشي مرهون، الطوموبيلات اللي خد لها شي طوموبيل راه جالسه في باركين، وبالتالي ما عندنا ما غاديش نغرقوا السوق بسميتو. غالب حتى اللي عنده شي اونكاجمون ديال اللي هي في التاريخ ديال باش يسلم ديك الدفعه ديالته، راه كلها غادي تروبورطا على حساب الواقع ديال الوباء. لا داعي باش نغامروا بصحتنا وبصحه وليداتنا وبصحه والدينا كلهم. نستحضر ما وقع في الدار البيضاء اليوم، البارح ولا نهار اثنين، وقع في الدار البيضاء انه السيد بغى يخدم الشركه وبدون اتخاذ التدابير اللازمه ديال الوقايه. كنشوفوا انه الناس دايره لي بافيت ديال غير كلينيكس، ماشي بافيت يعني، ما تعقيم ما تعقيم ما حاجه. والدليل هو انه هو عنده 40 اصابه، النتيجه الشركه يتم الاقفال ديالها اليوم. ما بغيناش نوصلوا حتى حنا في اننا تكون عندنا نفس الوقعه. ديجا دوزنا عده مشاكل مع في الاختناقات وفي التسمم ديال الاكل، وراه ساهل، راه ساهل، راه كلشي ساهل، راه حنا حتى واحد ما هو بعيد من اسمه. كنبقاو طامعين في الربح حتى كنخرجوا في شي حيوط. التجربه الدول اللي هي ناميه واللي هي متقدمه اللي كتقول دول عظمى كلات العصا، لا 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 ايطاليا ولا اسبانيا ولا فرنسا ولا روسيا ولا الولايات المتحده الامريكيه ولا 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 دول اللي هي كتقول حنا عندها وعندها التغطيه الصحيه ديالها وعندها وعندها ثلاث العصافه الوباء هذا. وبالتالي ما عندناش نغامروا حنا اللي دوله ما عندنا حتى حاجه، النظام الصحي ديالنا صفر. نكون نهضروا بالواقع، النظام الصحي ديالنا تحت الصفر. وبالتالي ما عندنا لاش نغامروا، راه الا مشى حتى عام حتى وصلنا لواحد الستاد فينال اللي كيوقعوا له الاختناق وسميتو، ما عندناش فين يكونوا الناس، ما كاين لا اسير لا 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 الاكسجين لا 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 عدد ديال الحوايج. وبالتالي الله يرحم الباس، خير ما اخترنا هو الوقايه افضل من العلاج، هو انه الانسان يبقى في داره كما التلبيه للنداء الوطني، نبقى في دارنا، يبقى في الدار، خليوا دوك الوليدات في الديور ديالهم وخليونا حتى حنا في الدار حتى يترفع، حتى تقدر تغلب وزاره الصحه على هذا الوباء هذا. نتمنوا على الله ان عامل صاحب الجلاله على اقليم القنيطره يستمع لنا ويوقف هذه المهزله ديال هذه الشركه الكابلاج، ما من هذا باش تفاديا لوقوع اي كارثه.